السلام عليكم، هلا والله بحبة أصدقاء متابعي قناة العزاء، وجيناكم بآخر الأخبار، خليكم ويانا. مصادر إعلامية تؤكد بأن مدرب منتخبنا الوطني الكابتن عبد الغني شهر قد طلب التواصل مع لاعب نادي زاخو ياسر قاسم من أجل معرفة وضعه الفني والبدني لكونه يغيب عن خوض مباراة رسمية مع فريقه في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز. وأفادت هذه المصادر أن عبد الغني شهد لم يجد أي جواب رغم كثرة الاتصالات باللاعب الموجود حاليا خارج العراق من أجل خوض تجربة احترافية في إسبانيا. وأفادت هذه المصادر أن إدارة نادي زاخو قد أكدت أنها على تواصل مع لاعبها ياسر قاسم، وقال مسؤول الفريق طه زاخولي في تصريحات إعلامية: أود التصريح في البداية بأنني على تواصل مستمر مع اللاعب ياسر قاسم الذي هو حاليا في إسبانيا ويحتاج لإكمال عملية تعاقده مع أندية الدرجة الثانية، لكن لم تكتمل العملية حتى الآن لكونه يحتاج لتجهيز أوراق الإقامة لأن الجنسية البريطانية التي يمتلكها اللاعب العراقي لم تعد أوروبية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. وأضاف طه عبد الحكيم: إذ لم تنجح عملية الانتقال فإنه خلال الأيام المقبلة فإن ياسر سيعود لنادينا، فهو ما زال مسجل في كشوفاتنا حتى هذه اللحظة. وأضاف طه عبد الحكيم: إذ لم تتم عملية الانتقال خلال الأيام القليلة المقبلة فإن ياسر قاسم سيعود لنادينا، وهو ما زال مسجل في كشوفاتنا حتى هذه اللحظة. وطالما لم تتم عملية الانتقال فمن مصلحته العودة السريعة من أجل التحضير الجيد للمنتخب الوطني، وإلا فسيكون من الصعب وجوده في المباراتين المقبلتين أمام كل من منتخبي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. هذا سيخوض منتخبنا الوطني معسكر تدريبي مغلق في يوم 10/3 المقبل تحضيرا لمواجهتي منتخبي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة مونديال قطر، حيث سيلاقي منتخب الإمارات يوم 24 من هذا الشهر الثالث، ومن بعدها يواجه نسور قاسيون في ختام المجموعة الأسوأ الأولى يوم 29/3. وفي تصريح للكابتن عباس عبيدة المدرب المساعد لمنتخبنا الأوروبي حيث قال بأن لاعبين المحترفين خارج العراق سيشكلون عمود الفقري للمنتخب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، وسيكونون إضافة حقيقية لخطوط الفريق وبعض المراكز المؤثرة في المرحلة اللاحقة، مع الاعتماد على لاعبين الموزعين بين فرق الدوري الممتاز ليكون بذلك توليفة مهمة. وفي تصريح لمدرب منتخبنا الوطني السابق الكابتن باسم قاسم حيث قال ولو وقف العراق كله ضدي سيكون اللاعب صفا هادي أول اختياراتي أنا كمدرب للمنتخب الوطني. شنو رأيكم تصريح كابتن باسم قاسم؟ رأيكم يهمني تتركوه في صندوق التعليقات. الحارس العراقي المحترف في نادي ستار ميلس البولندي قيس العاني اللي يبلغ بالعمر 24 عام، الحارس تلقى الضوء الأخضر من مدرب الحراس للتواجد في قائمة الفريق للمباريات المتبقية من الدوري البولندي الممتاز. تخيلوا لو أن هذا الحارس هو مشروع حارس لمنتخبنا الوطني لمدة 10 سنوات، عمره صغير 24 سنة. تخيلوا هذا الحارس مع منتخبنا الشباب المحترف في أوروبا، كيف سيكون حال منتخب العراق عالميا؟ تخيلوا. ما بخصوص جيمي قريشي، وموضوع جيمي قريشي وبعد متابعة منذ عدة أشهر ما بين والد اللاعب واتحاد الكرة، الموضوع أصبح بحاجة إلى تدخل حكومي على مستوى رفيع، كون عملية ربطه بالعراق بالفعل أصبحت بالشبه مستحيلة. طبعا هذا الخبر منقول عن الصحفي الرياضي ماهر حسان. وفي الختام، هذا فيديو وصلني من أحد متابعين الأعزاء وأحد أبطال جيشنا اللي ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل أن نكون نحن بخير، إنه البطل يونس من أهالي ديالة. فيديو لملعب في ديالة، مباراة درجة أولى بين نادي كربلاء ونادي ديالة. الملعب مكتظ بالجماهير لكونه صغير، أرضية بائسة، أهل ديالة يستحقون الأفضل. فعل وزارة الشباب والرياضة أخذ النظر باعتبار محافظة ديالة إحدى محافظات العراقية وبناء ملعب خاص بها، نتمنى ذلك بالتعاون مع محافظة ديالة. تحياتنا لكل أهلنا في محافظة ديالة. السلام عليكم، شلون كابتن محمد ساكن؟ شوف هاي دوري العراق الممتاز ديالة وكربلاء،
شوف الجمهور. دور الممتاز هذا للديالة وكربلة. أمام القاية مبارك لعدنان درجال على الصفوات.